تحت قناة ستون قطعة في مدينة بروكلي جميع. شكراً وبروكلي جميع الفرص الثانية في توزيع حصة 2335 وحدة سكنية، منها 260 سكن عمومي إيجاري، 1000 وحدة سكنية بسكن الريفي، 45 سكن ترقوي مدعم، و1030 في إطار التجزئات الاجتماعية موزعة على كافة بلديات الولاية، أين أرتقب باستلام مشاريع أخرى في المناسبات القادمة وانطلاق برامج جديدة استفدت منها الولاية في سنة 2024. عندي سنين وانا نستناو اليوم راه عطوني بني الريفي. نشكر كل السلطات الجزائريه بمناسبه اول نوفمبر وتحيه للجزائر والله يرحم الشهداء. استفدنا اليوم من مقررات الاعانه في تجزئه 8000 قطعه، الحمد لله لك رب العالمين. ثم بعد انتظار يعني طويل اكرمونا بهذه المقررات هذه.